كان في كورال اسمه كورال هارموني عربي، وده زي ما حضراتكم برضو ممكن نسمع يا شباب، نسمع كده نسمع كده. والله الممشى العالمين السياحي ادى وجهة جميلة لمصر، وادى وجهة جميلة ومنفس وحاجة متنفس نقدر يعني نستمتع بيه، وخصوصا لما يكون فيه فرقة، وخصوصا لما يكون فيه حفلات زي الحفلات دي. والله هي حاجة كويسة جدا، لان هي بتخلي الناس تحس بالبهجة والسعادة، لان احنا كلنا يعني بنحتفل بالمهرجان بتاع العالم عالمين، وكلنا سعداء صراحة باللي بيحصل دلوقتي في العالمين. العالمين دي انا صراحة يعني انت ما تتخيلش انا بحبها قد ايه، واللي بيحصل فيها واللي اتعمل فيها، انا متابعة اللي بتعمل في العالمين من لما كانت لسه صحراء، واخد بال حضرتك؟ فكل سنة احنا بنيجي بنلاقي انجاز بيتعمل انت ما تتخيلش شكله عامل ازاي. طبعا حاجة جميلة جدا، والعالمين كلها حاجة جميلة جدا، حاجة نفخر بيها كمصريين يعني، والمكان كله جميل، وطبعا الفرقة دي شباب ناس يعني ظراف كده، أنا أولادي طبعا بيتفرجوا عليهم على النت وكده عارفينهم، يعني عارفين الفرقة دي من الجامعة وكده. الأجواء جميلة طبعا، والحفلة جميلة، والفرقة ظريفة جدا، والعالمين طبعا حاجة تشرفنا كلنا وتشرف المصريين كلها إن عندنا مدينة زي دي في مصر، اي زي اي مدينه عالميه بره. حاجه فرحت الشعب، حاجه مجانا على ممشى السياحي، حاجه هو الشعار الجديد زي ما بيقولوا العالم عالمين، حاجه بسط الشعب النهارده، حاجه فري، حاجه روعه، حاجه جو جميل في العالمين. بشجع كل الناس كلها تيجي معانا العالمين تفرح معانا في مصر في الجديد. ما شاء الله يعني الحفله صراحه اتجنن، يعني جو هنا جميل خالص، مدينه العالمين ما شاء الله راحت حاجه يعني فوق الخيال. ربنا يخلينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان عامل بجد مدينة فعلا الواحد يفتخر بيها. عاملة جو جميل جدا في المكان، وضيفة بهجة للمكان، حلوة قوي. وأصلا العالمين في حد ذاتها دلوقتي بقت أحسن كل يوم عن اليوم اللي قبليه، ودي حاجة مخلية المكان روحه حلوة جدا وهادي وهواء جميل، وأحسن مكان سياحي تقريبا دلوقتي في مصر هنا.